بوصلة السعادة مع الدكتور أسامة الملا. حياكم الله مستمعينا الكرام وما كنتم عبر أثير إذاعة بي سي إف إم، نلتقيكم في حلقة جديدة من بوصلة السعادة مع ضيفنا الدائم الدكتور أسامة الملا، وهذه تحية مني أنا أسامة بالخيل من خلف المايك. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك الدكتور. حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام. الله يسعدك. هل الفشل يتعثر أو يعثر من السعادة؟ في الواقع لابد أن نتصالح مع الفشل شوي أسامة. كيف؟ يعني دائما عندنا درجة عالية من المقاومة ومن التذمر ومن الضجر ومن حالة الإحباط والانكسار والسلبية إذا خضنا تجربة فاشلة. في الواقع الفشل قد يكون مؤشر من أهم مؤشرات النجاح، والنجاح هو صديق السعادة. الفشل لماذا إحنا رسمنا في مخيلتنا هذا البعبع أسامة؟ في الواقع هو قضية التنشئة الاجتماعية والأسرية. لا تفشل، فشلت كذا تهديدات تماما، غير مسموح لك الفشل. في الواقع ببساطة شديدة إنجازك إما أن يكون قوي أو أن يكون ضعيف، ظروفك إما أن تكون داعمة أو أن تكون طاردة وضعيفة ومخيبة وسلبية. صحيح. إذا كان إنجازك قوي أسامة وظروفك أيضا قوية فأنت حتفوز، حتنتصر. صحيح. لأنك مجتهد. لكن إذا كانت اجتهاداتك قوية وظروفك تعيسة فأنت حتفوز لأنك بطل. إذا كانت ظروفك ممتازة جدا وإنجازاتك ضعيفة جدا أنت حتفوز لأنك محظوظ. صح. لكن إذا كانت أنت إنجازاتك ضعيفة وظروفك أيضا ضعيفة أنت حتفشل. صح. لكن إذا حولت الفشل إلى فرصة للتعلم فأنت ستغنم من هذا الفشل غنائم كثيرة جدا جدا، وهو ما يسمى بالنضج والتجربة. صحيح. فلذلك من أهم أسباب السعادة أن نتصالح مع الفشل. نيوتن تصالح مع الفشل ولم يعتبره خيبة، ولم يعتبره استسلام. هو أخفق في اكتشاف 264 طريقة لإشعال المصباح الكهربائي، لم يستسلم. وقال بالعبارة التالية: أنا اكتشفت 264 طريقة لعدم إضاءة المصباح الكهربائي. فلذلك حول الفشل حول الفشل الفشل إلى فرصة للتعلم. صحيح. فلذلك السعداء من يستطيعوا أن يتصالحوا مع تجاربهم التي تبدو فاشلة ولكنها هي فرصة للتعلم. جميل، تصالحوا مع ذاتكم وأيضا مع الفشل فهو طريق للسعادة. في بوصلة سعادة نلتقيكم في حلقة قادمة مع ضيفنا الدائم الدكتور أسامة الملا، وهذه تحية مني أنا أسامة بالخيل، في أمان الله. بوصلة السعادة مع الدكتور أسامة الملا.